إذن للعودة مرة أخرى والحديث عن مؤتمر التعاون الإسلامي حول القدس والمسجد الأقصى والعدوان الصهيوني على غزة، معنا من إسطنبول الأستاذ مخلص برزق، عضو هيئة علماء المسلمين، عضو هيئة علماء فلسطين عفوا في الخارج. ما هو دوركم كمنظمات علمائية في هذا الصدد؟ نحن تكلمنا ونحن كهيئات علمائية تحركنا مبكرا مع أهلنا في فلسطين، مع أهلنا في القدس، وكان تواصلنا معهم هو فيه صمام أمان لحفظ المسجد الأقصى المبارك، بتوجيههم للبقاء في المسجد الأقصى، في اعتكافهم، في وجودهم، تواجدهم وبقائهم في المسجد الأقصى، حتى إذا كانت سبحان الله الدعم من غزة المحاصرة المستضعفة، هذا الأمر فرج الكرب عن مسجدنا الأقصى المبارك. هذا كله الحقيقة مهم جدا، والتواصل مستمر، والتواصل مع أيضا مع علماء الأمة في دعمهم ورفضهم إعلاميا، ماديا، ماليا، كل هذا، نفسيا، معنويا، توجيه الشعوب، توجيه الشعوب. يعني حصل من ضمن ترتيبات الهيئات العلمائية التواصل مع الكثير من وزارات الأوقاف والشؤون، من ضمنها وزارة الشؤون الدينية في تركيا، وتعميم خطب جمعة وخطب العيد لكي يرفدوا ويدعموا ثبات أهلنا في فلسطين، ويطالبوا الشعوب في أيضا كذلك توجيه الدعم لهم. الحقيقة كل هذا أثمر يعني ثمرات عظيمة جدا في دعم شعبي كبير جدا، سواء كان معنوي أو كان مالي أو كان يعني كل هذه الأمور إن شاء الله تعالى تراكميا سيكون له أثر كبير. هذه الهبة الشعبية والتظاهرات في القدس والعديد من المدن المحتلة، إلى أي مدى تراها أنها أعادت فعلا قضية الأمة الإسلامية إلى مكانتها الصحيحة، وأنها يعني أزالت كل غبار وضعه الزمن أو وضعته الظروف لتظهر مرة أخرى بهذه الهبة الشعبية، لتكون وتبين للعالم بأن قضية الأقصى هي القضية الأولى؟ الحقيقة هي أعادت العنوان الصحيح لهذه القضية، المسجد الأقصى المبارك والأرض المباركة، الأرض المقدسة، أنها ليست خاصة بشعب، ولا هي خاصة بفئة، ولا خاصة بحزب، ولا خاصة بمنظمة، هي خاصة بكل مسلم موحد على والأرض، وكل هؤلاء عليهم مسؤولية الحفاظ على هوية هذه البقعة المباركة التي هي أمانة أمننا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسرائه في حديثه، وهي أمانة على كل مسلم أن يحافظ على هويتها الإسلامية. هذا العنوان هو الذي جعل أهل القدس يتحدون مع أهلنا في أرض 48، هو يتحدون مع أهلنا في غزة، يتحدون مع أهلنا في الخارج. كل هذا أعاد لهذه القضية ألقها وبعدها الإسلامي وبعدها الحقيقي، الذي من خلاله يمكن لكل إنسان مسلم أن يساهم ويبذل لكي تعود هذه الأرض المقدسة المباركة في حضن أمتها الإسلامية، لا مثل ما هؤلاء الذين يتكلموا بلهجة هزيلة أنه العدو الصهيوني يتخذ إجراءات، وماذا في القدس الشرقية، وأنه نطالب بإحياء لجنة القدس التي في المغرب، يطالبوا بهذا الشيء وهم يطبعوا مع الكيان الصهيوني، وهم يشربوا ويأكلوا. الله أكبر، والله هذه الخيانات، وهذا تعرت هذه الأنظمة التي خانت شعوبها وخانت دينها وخانت قضية الأرض المقدسة المباركة. أولئك الشباب الأطهار هم الذين أعادوا طهارة هذه القضية وقداستها وألقها بدمائهم، بصبرهم، برجولتهم. والله الأمة تشعر بعزة ما شعرت بها منذ أمد بعيد بصبر هؤلاء وبوقوفهم أمام المحتل المتغطرس. كما هو معلوم، الكيان الصهيوني يصف قطاع غزة بالإرهاب والإرهابيين منذ زمن طويل، والآن كيف تنظر إلى هذه، كيف انقلبت المعادلة وانقلب السحر على الساحر الآن، وأصبح سلاح المقاومة
قد متن صفوف الفلسطينيين أنفسهم في مواجهة عدو واحد وهو المحتل. الحقيقة هذا السلاح الذي نراه الآن، يعني الصواريخ التي تطلق، لا تطلق من أجل أن يفتح معبر أو أن تدخل أموال أو غيره، هو يطلق لأجل أن يبقى المسجد الأقصى المبارك مسجدا، يبقى قبلة أولى طاهرة مقدسة. ولذلك لا أحد يستطيع أن يزاود على هذا الجهاد المبارك الذي تخوضه غزة، يعني بما تستطيع، وما تستطيعه الحقيقة أثبت أنه أفضل من كل ما أعده العرب والدول الإسلامية لمواجهة هذا العدو عبر سنوات طويلة. هذا الإعداد الذي أعدوه لذلك اليوم حقيقة يجعلنا يعني نرفع قبعتنا لهم، ولا نملك إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يحقن دماءهم ويحفظ أموالهم وأعراضهم. وما نراه الآن حتى يعني من هذا الاحتساب والصبر لدى الشعب الذي يقول كل هذا يعني رخيص في سبيل الله عز وجل لفدا للمسجد الأقصى المبارك. حقيقة هذه صورة عظيمة يجب على كل مسلم أن يحرص على أن يكون له سهم في إبقاء هذه الشعلة التي يعني اتقدت ولا يجوز أن تنطفئ. أخيرا، المطلوب دكتور عربيا وإسلاميا؟ مطلوب من كل واحد أن يكون له إسهام. الذي لا يبذل الآن ماله يبخل بماله، سيبخل بنفسه ولن يجود بروحه ونفسه. يجب على الأمة أن تتحد لدعم صمود وثبات أهلنا وإخواننا. الوضع شديد جدا الآن، والابتلاء كبير في غزة التي هي سدت عن 1.5 مليار من المسلمين. عليهم أن يرفدوها بدعمهم المالي، أن الآن أن يشكلوا صناديق لدعم غزة، حتى أنه يعاد تعمير ما أفسده ذلك الذي اعتاد الإفساد في الأرض، وأن يتم الضغط الإعلامي والسياسي. أنتم قناة الرافدين جزاكم الله كل خير، هذه التغطية الإعلامية المباركة هذا جزء مما يدعم أهلنا وإخواننا في غزة. أن لا ننشغل بالشبهات التي تثار هنا وهناك، وهذه الادعاءات ولصق المقاومة بالإرهاب، وكل هذا يجب أن نبتعد عنه وأن نكرس أنفسنا يعني بكل أطياف هذه المجتمع بدعم هؤلاء العلماء، يتحركوا في خطبهم في مواعظهم لدعم أهلنا، ولكي يعني يدافعوا عنهم، لا أن يطعنوهم في ظهرهم، وأن يحاولوا قدر الإمكان أن يجمعوا يعني ما إمكانيات الأمة لتسندهم بعد ذلك. أنا لا أقول جاهدوا معهم، ولكن هناك دول لها وزن والله سياسي يمكنها أن تضغط ضغطا كبيرا على هذا الكيان الصهيوني لإيقاف جرائمه. يكفي أن نطلق يعني أن هذا نتنياهو هو مجرم حرب، وهذا الكيان يرتكب جرائم حرب الآن. هذا شيء مهم جدا الآن. شكرا جزيلا أستاذ مخلص برزق، عضو هيئة علماء فلسطين في الخارج. شكرا جزيلا، كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول.